جاب في بالو راه فما مسافر يعرف. يقول لك مادام لبسوني وجاوني وهو يشوف شاف ناس ما يعرفهمش، شاف وجه ولا اثنين مرحبا بهم جاب بلاجينجل، ما شافوا ما يعرفهمش يحسب روحه، يحس روحه هو كاين مخرجينه باش يمشي يعمل كومبا. وهذا كبشنا نحن متاع ولادي متاع الحومة كله، سيبناه مع واحد خويا راسه فيه ب300 ألف الحم وراسه. يا ولدي يرعب ما عليناش فيه، هو شكون يا ولدي في الخامسة وهذا قريب ياخذ ترا ويسافر من التوخير وجاه من غادي، تعرف شنو كاين يفعلوا جاه في سكادو التو ما شدوهوش التو يا ولدي والتو مشى جديده. عنا كبش يحب يخرج بضربه متاع البريزي اخضر واصفر يفرح به، هذاك يلبس دراب والاسبيرونس صغير قطع ولا ساعات الكلوب هذاك كل مره راهو معايا كيف ايوه ما تعدلش عليه. اليوم كي يقولوا المغرمه نقولوا المسيبه نقولوا الشيبويا باهي، احكي لي شوي شنو هذا؟ احلى اقتحام عملتوه انتم، اقتحام مستحب معناها بلاش للجنود العكس. شيبويا كبش مصلي عني بيك، تشوف المغرميه يعرفوا معناها اللون الراس القالب كذا، عنده عام وسبع اشهر هكاك رباط وعنده فيكتوار معناها معروف، زاد مع واحد ما شاء الله مع ناس ملاح طيبين، والغرام هذا مزيان معناها هاوكا كيف ويعرفك بالحبايبات وهاو تو وقت الصغار عاد تو. مثلا انا تحاليه تحكي على روحي باش نجبد لك على عنتر وكلاي وشمشون قبل فهمت، تو شيبويا حتى من الاسامي وجديد وان شاء الله هذا شامبيون باذن الله. اللبسه تحكي وحدها، وريني يا كاميرا الدنقري المريول حاط الحطه ما شاء الله. نلبس هذاك عليه، لا هذاك هو هذاك هو تو باش تلعب مع الكباش، واحنا غرامنا هذاك هو الكيف يكمل هكاك ناقص المشموم دنيا بارده تو باش تعمل جوك انت مع روحك مع الهواش وكذا وكذا. الكبش الفكره اللي عند التونسي نحن نحبوا نصلحوها، ديما فكره التونسي مربوطه يقول لك الكبش والدنقري واكل مشمومه واكل الحبقه هذيك، يقول لك هذا نتاع باندي سامحني في الكلمه. وعليه باندي هو نتاع ناس زمنيه يحب يعمل كيف يحب يعمل علاقات، انت حتى كي تتعرف على واحد بالسيف ما عاد جا ولا صاحبك، وديما واحد يعرف ماذا بما غير خير منه، والغربه اللي يجيب فما ممكن حالات شاذة فهمت، أما الأغلبية باهيين راهو ما تراش المشاكل لحد شيء، هذيك كل أقاويل وكل قطوس ما يخلصش الشعمة يولف منتنا يخلق فيها مشاكل أو الدنقري عليها. إحنا تولدنا بالسموكينج نحن بربر، إيمانا توانسة دنقري شورت شليك أبو صباع وانده وشوية الدنقري عجبك دار فيه نلبسه كيف كيف. فما انواع نتاع كباش، يقول لك الادرع يقول لك الغربي، هذا شنو النوع نتاعو؟ هذا يا ادرع، هذا يا ادرع بولس في السم. الادرع هو معروف عليه يبدا برشا كحوليه هابطه لهنا وادرع نص الشطر وكذا، وهذوما سمايل كيما يبدا عنده في الاربع سخيه اللون هذاك اماير اماير نقولوا فما اماير يوضح لك اللي هو معاركي معاركي معناها كيبدا يدور حي بدن نظيف كي البشر، هو مخلوق خلقه ربي من الحم ودم
تخاف بدنه صافي هكاك فهمت، حتى ضربته تشوي فهمت، ضربته صافي اي مش كيما وفما اللي ضربته صافي بالطبيعة. حضرت في مسيبات انا اكثر مسيبه اللي قعدت لك في مخك ما شفتهاش جمله يقول لك ايش برش ما عندهاش برش عن ساعة هي مسيبة حلوة خاطر ديما واحد يبدأ بروحه وذي كبشنا نحن متاع ولادي متاع الحومة كله سيبناه مع واحد خويا راسه فيه بثلاثمائة ألف الحم راس هك يا ولدي يرعب ما عليناش فيه هو شكون يا ولدي في الخامسة وهذا قريب ياخد ترا ويسافر من التوخير وجاه من غادي تعرف شنو كيني فعله وجاه في سكادو التو ما شدوهوش التو يا ولدي والتو مشاهد جديدة أهرب وطرح آخر متاع البرازيلي وليدات من حي تضامن مسمي اسمه حتى عملوا 160 هذاك طرح أمبيكاب عملوا طرح روعة والناس شيخت بيه ويتذكروا العباد وبرشة برشة تراح هذو من الزوايز حاسيلوا البيهين أكو واحدة تضحك والأخرى تشيخ فيه راه كوميديا زادة قد تسمع اسم ساعة ساعة كبير برشا ومن بعد خويا مثلا يقول لك عاد لي ماء وهو يطلع في اللي يسخف ما يركبش على بعضه شو هو يسمع فينا راه وعامل هو يتصنن ويستدعى شكون يحب يعمل معاه هكا ترايح عام وسبع شهور ومرحبا بالعباد انا اللي حكاو لي خلينا نحكيو شعر الكواليس اللي يجي للبلاصه هذه وين انا موجود يطلع على الكبش يقول لك ليه خويا يرجع يهبط في الدروج يقول لك ليه خويا ما نسيبش يخاف فما هو اللي خاف من الغولي يطلع له فما اللي تغرب فما اللي تحب تصطاد وفما اللي يحب يصطاد يبقى عنده 8 سنين معناه كبش ومن كثر ما تعود مربوط ما يخوله تليفون ما يخوله ايباد فهمت وفما اللي معناه يوهك فهمت شو يتكسل هو خاطر ذا بشي ولي طيب متاع الكباش اللي يشدوا يجيبوا هك الشروط متاع المسيبة يقول لك ما تسيب كبش إلا ما يكون هو مع الكبش تخي يكون لازم فرد عمر في بالي ولا يكون كزوز مع دين الرباط فرد وقت بتاع الرباط ولا كيف يفسر ايه اون برنسيب هو راو نحكي لك على تاو وتنحكي لك على قبل قبل احنا نقوله كباش رادع وسيب مو فرناني فرناني يجيب خوه ما هو جافل سيب ولي يربح صحاليتي هو ما يعرف بعض ما خينا احنا بيش نتعارك كنا نعملوا بوكس توا المفروض يبدأ فرد عمر فرد مدة متاع رباط اقربوا لبعضكم فهمت كما واحد عمره عامين ما تجيبلوش عمره 12 سنة فهمت وهكاك تمشي خير ما يتظلمش الهيشة وما تدخلوش في الحرام وفي الحلال وفي البيعات هذيك فهمت اما احنا قبل نقولوا رادع وسيد فهم معناها جيبوا خوه فرد نوع مش رود فايلر وكانيش فهمت وفهم ونوامر وترشنا وما نحن قبل نقربوهم فرد راس وسيب وبوس خوك وتصبح على خير عنا كلب عنا قطس عنا العصافر عنا خير على كل لون كريم هوني غرام غرام ظهري بحق نحكي حيوان بهيرة اي نحي فلكة حيوان تعمل عليه بون كيف وراك تخدم معه وتغرم بيه واللي يحبك وتحبه ويحكي لك وتحكي له وراه تتصور انت ساعات يبدا مريض ما تعرفش انت حتى بيريد تفجيري نير ما يطلعهاش وهو يوريك باش مريض راه الحيوان باهي راه فهمت وخلقه ربي وتعدي معه بون كيف وتوكله وما تظلموش حتى وقتك تعدي خير مقهاوي خير من برشا حاجات من جبت زايد جبت عامر فهمت الكبس زادة حقه بشي تمشى سبور ولا يعطيك الصح مش البعض تربط ربي عليه لشو جاي تحندر فيه انت عندك كبير خطر عندك خبرة كثير مني يزمو ساعة يعمل سبور كي بنادم ما يعكش يعمل دورة ماشي معين بو مش برشا مش متحرقش وممتون هو يتنفس يستريسي كما قلنا خلقه ربي فهمت يقلق واللي ماش حب ياكل يدور ويستنس بالعباد حتى كيمشي البطحة يسمع العياط والطول بتاعي وليت حتى مش شماريخ صوت مش عادي يا اخرج حمادي كلاي عنت شنو ما يتمهمش يبدأ يدور ويعمل شوية ميوسكل ويعمل صحة ويعمل سوفل ويعمل فهمت وبهيلو المشي حتى في التغذية متاعه وتمشي مع خير تو انت معناه واحد بشر يبدا ياخذ وعاتيه بسكوي ورفسه وغيره وشبشكوت ويبطبط واللي يمشي واللي يقولوا نحن حديدي فهمت وحتى الماكله نتاعو ماذا بيه واحد كان الشعير
لا فول ولا قريب يدورها كيك راهو هذاك علاه ما يغركش راهو يبدا مهندس ومن بعد يطلع. هوني جيتني المربط الفرس اللي حاشي بيه انا العلفه برشا عباد تقول لك فول زرارق بروتين معناتها انزل على العلفه. انت عباره هو ولدك باش تداويه تكوبريه فما فاكسان قريب فما نتاع الحصبه نتاع كذا لا باش تعطيه انت فما مواسم تبدل عليه زاد الطقس زاد كي تززه وانت مو باش يخوى هو فما زريقه تبدا عاملها له تعطيه شويه معناها دواء معينه ما موش باش تعوده بالدواء يتعود بالدواء عباره في لارجون هو اللي بيسيء معناها الدواء دواء لا دواء لهم يحزنون فما اللي يداوي هو من المستحسن اما ما تعرف هو اللي غرت مضروب تو خلي دواء ما ندريش عليه دور واعطيه حقه ماكله نظيفه اعطيه شويه باش ما يبشمش اعطيه ترى ومشيه تلهابي نحيلو القلق نتاعو الستريس يعمل دوره لبرا يمشي شويه يشوف الخضار باش ما ينساش روحه هو كيما عنا قطوس نسى روحه قطوس احنا من الدلال ما عادش يحب ينقز مسطح حب يحلوا له الباب يتعود هكاك هو فهمت يعيش ياخو غريزته ما ينساهاش اللي هو السرحه الدوران واحد يعطيك هو يبدا فرحان اكثر مش تحسه كان يحب يكلمك يقول لك مرد بالك تاخذ من عنده الدينجري من بعد. احنا ملي جينا شفناه كيفاش بدا يرحب بينا كي وكلبس الكسبته نتاعو فرح. مش في باله. كاني باش يخرج هو مشى في باله راه فما مسيابه راه يعرف يقول لك مادام لابسوني وجاوني وهو يشوف شاف ناس ما يعرفهمش شاف وجهه ولا اثنين مرحبا بهم انا كيف بلاش دينجري ما شافوا ما يعرفهمش يحسب روحه يحس روحه هو كاني مخرجينه باش يمشي يعمل كومبا. ما ولا ما بعد ما بعد كيفاش نلبس الدنقري انا باش يعقلني ولا هكاك يولي معناها يولي مش كومبا يعمل معك انت غني يقول لك رجع لي نتاع نتاع عارفي يقول لك انت تاخذ الدنقري يجي وكلني انت من بعد فهمت نرجعوا لل هو كيرا خاصة وقت هكا ولا يرى معناها حركة بحذاه يعرف اللي هو ماشي ساعتك باش انت توقفوا بعد الكربو ويحب يطلع عارف روحه ماشي البطحه يشوف حظه عارف روحه وهو داخل ما حتى من الكاركتير نتاعو تتبدل ويتكبس وقتها هو يقول لك راني حاضر راني مريض هذاك على لازمك تهزه ماكل مليح نظيف ماهوش مريض فهمت التحذيرات التحذيرات ليله المسيبه يقول لك اللعبه كلها والربح الكل في الليله ليله المسيبه شنو هي التحذيرات ليله المسيبه ما ترزنوش بالماكله فهمت تحاول تخليه على راحته ويكونسنتري شبيه هو زايد على اولاد ليكيب ناسيونال يعمل ثلاثه شيش ويمشي يهبط يلعب وكيك زاد يرتاح شويه قبل وقته ما شعلوش عليه برشا ضو واحد ياكل تريف يوم تغدو يشرب بكري زاد يبدا خفيف فهمت يمشي قبل بساعه ندلون نحاولوا نعملوا له كلومبيونس اللي نتاع انك ماكش وحدك رانا معاك فهمت هو راهو يحس روحه اللي معاك كي صغير بل هالليل ونخرجوه معناها صفق له شو العصفور الطاهر وما يفيقش وهذا صفق له هذا يصفق ما انا معاك وبالضرب يعرف راهو هو يعرف راهو عندنا كبش يحب يخرج بالضرب نتاع البريزي اخضر واصفر يفرح به هذاك يلبس ضرب والاسبيرونس صغير قطع ولا ساعات الكلوب هذا كل مره راهو معاي كيف ايوه ما تعدلش عليه اما ربوه حصيلو هكا عامو سبع شهر وكان فم اخويا عامو سبع شهر هكا وردعو خلينا نتفرجوا على وجهك مش كنت عامل فيكتوار عامل فيكتوار عامل ترى اليوم خاطر الكبسه معني معرض في اي لحظه باش تجرح باش معناتها فما كفازه نتاع القرون ساعات القرون تدور برشا لين توصل معناتها توصل للعين شو تعملوا لهم؟ انا ناس معروفين راه في تونس اختصاص هو راه خاطر مش اللي يجي ينجم يحط يداوي ولا يحط مربوع ولا ينحي ربيب ولا فما ناس ربي يبارك لهم صنايعي قدم يعرف يمس وانت كيما الدونتيست ساعات مقبل كانوا احنا وقتنا نحن ساعات تعدى الدونتيست بالقف بالقف وما تعرفش عليه جينا حيلك واحده ساعات يعملهم الكل توا فما ناس خويا عندهم هذوما سبيشاليست مختصين يعرف ينحي يعرف يداوي احنا كنا بالسمن شويه كذا فهمت الحنه واحد توا معناها فما ادوات اخرى والفارماسيات هاكم توا موضوع مقطوع توا نتاع الكباش اللي باش نوليو نستعملوا فيهم نحن خاطر عندهم مفعول به يوم الحنه سمن برشا برشا دوات نظافه العربي خويا سيدي النبي عربي
فهمت؟ ساعات انت حتى في الريقله نتاع الماكله ديجا داويتو انت، فهمت؟ نجم تداويه بالماكله بطريقه ماكله، وتنقص وتشوفوا شنو مشى معاه شنو مشى معاه. هذاك عليه دو بريفيرونس ياكل كان الشعير، ياكل الشعير يعمل يقوي له بدنه، يعمل الاعصاب، فهمت؟ تبدل له واحد فول واحد مش عارف شنو اي نوع اخر، البدن يولي ياخو يعطي، فهمت؟ ديريكت انا نضرب في الشربه تدخل عليا من بعد بالصومون بعد تخبيه، نولي نقرب لك على الشربه، نولي نحب على الاخر، فهمت؟ الصومون يجيبوني المربط ديما يقول لك علاش، معناتها ديما برود الاولى لازم يكون المربط نتاعهم يدخلوا حتى حد تكون بلاصه ظلمه، علاش هذه ديما يعملوها معناتها؟ والله نشوف هو جعلنا الليله سوباتا، هو بطبيعه باش يظلموا الليله سوباتا، عم احكي لك الليل ونهار هذا. ليه والله اغزر كل واحد كيفاه باش يصوفج الكبش واللي عيط واللي وعد، ماهيش قاعده راهو حسب رايي انا، راهي ماهيش قاعده، خليه شيخ على روحه يشوف الضوء ولاباس انت تربط فيه باش تصوفج. راهو اسمع المعاركه معاركه، الكبش معاركي، راهو تحطه في ديسكوتيك كيما تحطه في داموس كيما تهزو يتدرب في سيدي سعد، كيف كيف المعاركي راهو معاركي. هذيك مانيش داكور فيها برشا، فهمت؟ كل واحد كيفاه، هو صحيح سكر عليه برشا يولي مصوف يا جماعه، يولي يعرف كان مولاه اللي ياكله. ايش عملنا انت هاو يستانس بيكم بعد يولي نهار انت تمنك ولا يمات تسافر ولا سبحان الله شنو هو ما عادش ياكل، فهمت؟ يحزن ما منا حتى شيء، عاد خليه كيكه وني تاعي اللي بيت اللي مد له ياكل حتى تفتف منه ومنه ربي كبير. وكالشوشه هذيك نشوف فيها انا في راسه هذيك شنو زينه، رغم اللي والله الولاد كل مره ينقصوا له منها، هو ما كانش راهو عامل اكثر من اسمه ساسي نتاع الاسبيرونس. هذيك تزين الكبش، وهذيك اللي تفرق ما بين الفرناني والغربي وكذا. الغرب الفرناني زينته وكن الشوشه هذيك، وعنده كل شواطه في الذيل نتاعو من اللوطه، كان تحب نعملوا له تكسيل انا. وانت تحكي هو يبوزي معناتها يدور في راسه كي يوري فينا ويغزر لك. بلا بدا يقلق خاطر يظهر لي ما المسيابه خلك طوالت، هو يغزر لك ليك انت، كان سايبوه تلعب معاه شويه، هو راه يفرح بالذيا بزاف، فهمت؟ خليوك انت على الاختصار. عندي برشا دراع وفاكهه باش واحد يتجبر، ضربته خايبه راه. ديما واحد بالبعد معهم لا هي ما هوك بيش واحد ما يخليش صغار يلعبوا بحذاه ولا حتى مولاه بيدو يعرف، ما يولي تكنيك هو راه، تولي حتى كي توكله ودور بحذاه تبدا قاري حسابك، ما تقرب ساخيك ما تطبطش قدامه ما يبدا يسخن. هذاك عليه من المستحسن ما يبقاش برشا وحده باش ما يصوفش. التكسيله اش معناتها هذا؟ علاش تعملوها ديما الكبش؟ ندلو مكافئة، هو ياكل عارف وقته ياكل، هو راه حتى ساعة ماكلة ماذا بيك توكلوا فرد وقت، ياكل ثمانية وكلوا ثمانية، ياكل عشرة وكلوا ثمانية، بتيت ساعتين ثلاثة مش لازم خليه راحة لي هو كيما الصيام، احنا صوموا تصحوا، فهمت؟ الحاجة باهية قليل تلقاها ما تلقاها كيف الحومة الشعبية بالحق، كيما قلنا بكري الناس الزمنية محلاها كاي البحبوحة الفدلاكة كاي هذي اللي نحبوها استدعانا احنا. والله يسمع، وحتى الغرام هذا روي حبب الحبيب في بعض روي يخسر، مش كل الناس اكثر انت معناها انا نسايب معاك نخسر لا قدر الله، نسايب معاك تخسر انت باهي، خاطر مو في لهم عند انترفيوياتهم يخسر يبوسوا بعضهم وتعرفوا على بعضهم وغدوا الاخر يدبر واحد يساعدوا فيه يعرف باش يخسر وين يمشي. راهو الاغلبيه ناس باهيين، الكبش اللي يخسر وين يمشي؟ خايبين من تونس، الكبش اللي يخسر وين يمشي؟ حتى خايب باش كل شيء غلي. الكبش اللي يخسر وين يمشي؟ الززه. وانا ديما ننصح ماذا بيا اللي يخسر له كبش لا قدر الله ياكله هو ودويرته، خاطر يعرف شنو وكل، فهمت؟ ويتباع ولا يمشي يرجع للسروح، يسرح يرجع للغابه نقولوا نحن، فهمت؟ يرجع للنعجه، واذا كان وراد صبايا كيما هذا كيما رفال كيما كذا يمشي ويجيبوا الثروه الحيوانيه مخبيه في الدوار تو. طيب في المخازن الثروة الحيوانية الباهية ولا في المخازن هما حق برشا عباد توا نحكيو هذه نغرم مية كل يحكوا فيها، خلي بالحق سلطوا عليها الضوء، يقول لك راهو اشتر لك باش الكل ولا نجيبوا من الجزائر، ما عادش عندنا هون في تونس.
ما هو اسمع هو ذا ديسكور كبير والبقرة انت نسيت حتى من على الساعات انت تشوف علوش والبقرات هو الاجنبي لانه يمشي يعمل اقامة وكهو خاطر احنا الراس امتيانا احسن راس هم سالي جايين من غادي هم في الاصل راه امتيانا هم امتيانا ما يلعسر يقدا ويهز واحنا وخيين او كغزر افرش تلقى ما تغطى او تقارن فرناني بتزيري تزيري عالي على الفرناني برشا حتى جغرافيا حتى في السرحة متاعهم تزيري عالي برشا او شيك عاد هنا كما انت واحد يبدا ديما خاد كما السبورتيف احنا تواما نجم انا سبورتيف وانت ميك سبورتيف نطلع قوى منك ولا بدني امريك هم يسرحوا برشا عندهم المساحات عندهم الصعادي برشا فهمت احنا تو تطلع ساعات بيرسيدي قاسم تخرج اربعة مخلطين عطا وسافير ليجير وعلى قوة ما يخرجش مش تخرج بكويت والدخان ما ذماش تخرج ديما تمسح هذيك تخرجك الساشية هذيك البراني الحوم الشعبية الربط الحلفاوين باب جديد الكبارية حمام لم في جبل الأحمر هذوما هذوما خاطر هذاك هو انت ما كبرنا عليه احنا ماذا لا شنو نربي زرافه مش نجيب الزرافه اي وسنسنا بالحيوانات احنا نحبوا الحيوانات واحنا والله عاملين المليح راه على الحال هذايا كما نربيش احنا الكباش وما نربيش العصافة وما نعملوش كلب وتتنقرض معناها معناها واحد يشوف خطوط الاخر يا بابا شنو هذا وبالفيدير ما تعرف هذا الحال عندنا السيد مسكين يشوف المصور يزرس مصور يمشي ويرجع يبنك على روح لا عارف روح ولا سيد لا يعس غادي ويخدم مش خالص ما عادش فيهم روح اش تخدم معاك توقعاتك شكون البطل تو شكون باش يولي بالحق حديث الناس الكل اغصر كان باش تجبد واحد باش الاخر يقول لك كيفاه المغرمه كلها تفهم وانت ما تمشي تعطي رايك عادي معناتها المغرمه يفهموا شي بويا يغلب الناس الكل شي بوي برشا برشا مغرم برشا مغرمه باش يقولوا عين بوغزه كارونتايا عارفينه هو متي ليه بخليب كارونتايا شكون حكى عليه كارونتايا كارونتايا ذاك ما يغلبوا كان ما يغلبوا حتى حد هذاك يغلبوا قال لهم شي دوزوا السيود على غفله بلا ما في بالوش بهم ولا هذا منين كارونتايا كارونتايا متاعنا ديما تعطى كابش شغول احنا مو كان عنا الفرجاني هو رباح الفرجاني كان عنا شامبيون في الحوم اما ناويين نعملوا شامبيون ان شاء الله لهنا في حي الزهور علاش ليه الاغلبيه هذا ان شاء الله براسك حي انت تو تجي انت نصوروا اي وان شاء الله بينتو راه بينتو ما تحكيش حتى حديث راه راهو باش نعملوا شامبيون نعملوا شامبيون غول زيد تصوروا تو تشوف وهما بيناتنا الايامات هذا راهو اللي يجيه من بعيد يخدم مخه مدعي خير ولا كان ما هوش مدعي خير غير يمشي يحرق الحرقه جوجو ما كانش غادي راه حتى ما بشخلتوا عليه صعيب شوي يهرب كما غير ما تشريش منه راه ما خلطش عليه مولاه بالعاني قطرة دم لا يهبط كان سيترونات انت قلت لي اخر مسيبه اللي طاح معاه ما تهرب قلت لي تو قاعد فرق صالي ان شاء الله تعرف قسما بالله شم على روحه وجيه دائما من بعيد فهمت هو كان جا في تاكسي تطلع لك 14000 وكي جاها من غادي قصد ربي فهم روح شدوه بالعنف بالفتاش انت قلت لي قلت له يتخب انت قلت لي كي شفناه وخر برشا قلنا هذا سيء هرب معناتها الكبش نتاعكم لا جماعة الاخرين يحسبوه هذا سيء باش يوخر بالعاني معناها ومن بعد يتلفت يمشي على روح فهمت اما نحن عارفينه مشى غادي يلبس له النايك كبس السبيد النحا ولبس له الكرامبون يرجع له يجي وجاب فعله جاب له فعله سل عليه ها مش مرضي هذاك النعجة وامه داعي عليه قبل داينا الصورة الأولانية من الدعوة حتى يعطيك الصحة تبارك الله عليك بحق محلاها قاعدة معك يعطيك الصحة آخر كلمة والديك ويعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يقوم للمغرمة كل وجدد الصغار وكل زيد إن شاء الله يعملوا جو ويتعرفوا هم على بعضهم قبل كل شيء على خاطر ما يدوم حتى شيء فهمت ماذا بهم الغرام هذايا كي الفوت يدخل شوية في حيط كذا كيف هو زاد سبور وإحنا راهو كانوا يعملوا به مهرجانات قبل راه وإحنا في تقاليدنا يعرفوا بعضهم العبيد ويحبوا بعضهم صافي وقلوب بعضهم والناس تعرف بعضها أنت ماذا بيك تتعدى من بلاصة عندك شكون فيها حبيبك تسلم تعايد والناس بالناس والناس برا الباقي كل يخليه كوتي ما يدوم حتى